في النهاية مفيش حد غير جمهور نادي الزمالك اللي يستاهل ان يتقال له هارد لك، لا إدارة ولا لاعبين ولا منظومة جوه نادي الزمالك تستاهل كلمة هارد لك. مفيش حد هيفهم او هيقدر او هيحس بناس فرحتها الوحيدة وهي بتشوف فرقتها وهي بتكسب، ولا حد بيحس بحزن الناس دي لما